النادي الاهلي هيلعب بكره مباراه في دور 32 من كاس مصر مع منتخب السويس، فريق بحسب اللي احنا بنذاكره فريق محترم اكيد طبعا، فرق الامكانيات كبير بين منتخب السويس والنادي الاهلي، ولكن شفنا النهارده مفاجاه جديده من فريق النجوم اللي موجود في الدرجه الثالثه وهو يكسي فريق سموحه من بطوله كاس مصر، فهتفضل المفاجات وارده في هذه البطوله تحديدا. هي مباراه اكيد صعبه على منتخب السويس، تبدو سهله للنادي الاهلي، ولكن عمليا في مباريات الكاس مفيش مباراه سهله، هي المباراه للي يكافح اكتر واللي يدي اكتر واللي يشتغل اكتر واللي يقدر يحافظ على حظوظه حتى نهايه المباراه. معايا عبر الهاتف الان الكابتن ميمي فريد المدير الفني لفريق منتخب السويس. يا فندم مشرفني ومنورني. ربنا يخليك يا كابتن كريم. اخبار حضرتك ايه؟ كله بخير؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا رب وبخير. ربنا يخليك يا كابتن. الاول قبل ما نتكلم عن الحاضر ومباراه الغد ان شاء الله، نتكلم عن الماضي. لك ذكريات سعيده قدام النادي الاهلي؟ اكيد اكيد. فكرنا بيها يا كابتن ميمي. هو في موسم 2001 و2002 قابلت الاهلي 4 مباريات، اثنين في الدوري واثنين في الكاس. في الدوري كسبنا عندنا 2 وخسرنا من الاهلي 2-0 في القاهره استاد القاهره. وفي الكاس تعادلنا 0-0 في السويس وتعادلنا 1-1 في القاهره، وطبعا الهدف بهدفين خرج نادي الاهلي من الكاس. انا فاكر بس مباراه الدوري دي كان لسه مانويل جوزيه مستلم مهمه النادي الاهلي وكان كسبان ريال مدريد وكان عامل اداء رائع جدا، جه في الدوري وانت كسبت صح؟ انا فاكر كده كويس صح ولا غلطان؟ صح. لا صح، وكان لاعب ماتشين في بطوله افريقيا وكسبانهم برضه. صح، كان بيترو اتلتيكو تقريبا على ما اتذكر. بيترو اتلتيكو الانجولي. في موقف كمان في مباراه الكاس اعتقد زعلت منك مانويل جوزيه، او زعلت مانويل جوزيه من لعيبه الاهلي. فاكر الموقف ده ولا افكرك بيه؟ لا فكرني كده. افكرك لما خالد بيبو جه اتصور معاك، خالد بيبو ولاعب اخر مانويل جوزيه قفش عليهم شويه. كان خالد بيبو مين؟ كان اشرف امين. خالد بيبو اشرف امين دول. أيوة. اتصوروا معاك بعد المباراه واغضبوا مانويل جوزيه. دول طبعا ولادي كانوا، يعني ده الطبيعي يعني. احكي لنا بقى، طب ايه اللي حصل في الموقف ده بعد المباراه؟ لا والله هو طبعا يعني طبعا انت عارف مانويل وزي طبعا مدرب كبير جدا، بس كان غلاوي شويه ما بيحبش يخسر. فطبعا بعد مباراه وخسران ولقى لعيبه بتتصور مع المدير الفني، فيعني حته غضب بسيط كده. زعلهم يعني، بس ما اتكلمش معاك ساعتها. ايه؟ ما اتكلمش معاك ساعتها؟ لا نهائي ما اتكلمش. ولا مره جاي حتى سلم عليا بصراحه. ولا مره جاي يسلم عليك حتى؟ ولا مره بامان. ده انت شايل منه بقى. لا لا والله. ده انت شايل منه. طيب كابتن. لا مدرب كبير. طبعا. مدرب كبير، انا اتمتعت بصراحه سنين طويله وهو بيدرب نادي الاهلي. طبعا. طيب مواجهه الغد هي مواجهه اكيد صعبه ايضا، زي ما كانت مواجهه 2001 صعبه جدا سواء في الكاس او في بطوله الدوري. بس الظروف حاليا دلوقتي مع منتخب السويس قادر بكره تعمل مباراه كبيره قدام النادي الاهلي؟ ظروف منتخب السويس تخليه يعمل مباراه محترمه قدام النادي الاهلي غدا ان شاء الله؟ لا ان شاء الله باذن الله هنعمل مباراه محترمه باذن الله تعالى. مفاتيح الاهلي كلها طبعا معروفه، النادي الاهلي كل ماتشاته مذاعه، اللعيبه عندها باك جراوند كبير جدا عن لعيبه نادي الاهلي. خدنا كذا مره محاضرات وتمرينات في الملعب، ازاي نحد من خطوره لعيبه نادي الاهلي واسلوب نادي الاهلي وسرعه اداء نادي الاهلي في التحول من دفاع الهجوم او بدايه الهجمات. وبنستنى بقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى وحاله اللعيبه اثناء المباراه. دي مهمه جدا، احنا اعدادنا اعداد نفسي للعيبه، ان انت لعيب كوره جهدك وتعبك هو اللي هيؤدي لنتيجه طيبه ان شاء الله باذن الله. النادي الاهلي منتشي جدا، فوز بدوري ابطال افريقيا يعني يقترب من حسم الدوري الممتاز، الامور بالنسبه له معنويا ايجابيه جدا، وعلى مستوى التشكيله كمان اديك شايف اي لاعب بيشارك بيأدي بشكل كويس، حتى اللعيبه اللي ما بتشاركش بشكل اساسي كتير ماشيه بشكل كويس. انت بكره شايف ان الاهلي ممكن يلعب بفريق من اللاعبين اللي ما بيشاركوش اساسيين، فانت ممكن تبقى عندك فرصه، ولا شايف انه اي لاعب في الاهلي بكره ممكن يبقى مؤثر؟ والله انا وجهه نظري طبعا من متابعتي النادي الاهلي في كل مبارياته، ان اهم ما يميز الاهلي المستويات بين اللعيبه اللي بتلعب مباريات كتير واللعيبه اللي بتشارك بنسبه ضئيله، المسافه بينهم وبين بعض قليله جدا. صحيح صحيح. زائد ان هو عنده اداء جماعي، يعني هو بيعتمد على الجماعيه في الاداء، فمش هتفرق مين بيلعب.
صحيح صحيح، بس اكيد في كام لاعب كده انت بتحط عينك عليهم وبتقول هم دول مفاتيح اللعب، او انت بتتفرج وبتتابع النادي الاهلي حتى لو قبل ما تعرف ان انت هتواجهه، بتقول هم دول المؤثرين في الاهلي او هم دول محور اداء الاهلي. مين من لاعبين النادي الاهلي اللي انت بتبقى شايفهم مؤثرين جدا؟ طبعا في سرعات قدام واضحه جدا من بيرستا ومن حسين الشحات، الاثنين الروس حرب الاسترايكرز بتوع النادي الاهلي محمد شريف او كهربا مميزين في السرعات، وبالذات الثلاثة أربعة متر الأولانيين بيقطعوا كويس قوي، بيقدروا يحطوا المدافع في ظهرهم. لعيبة نص الملعب يعني المشكلة اللي هي ممكن تقابلنا أنا بكرة حرية الحركة عندهم، يعني ممكن تلاقي تمانية دوم في نص الملعب بيعمل سيطرة، فجأة بتلاقيه راس حربة تاني، فجأة بتلاقيه داخل جناح ما بين الراس حربة والجناح، يعني في تحركات بتبقى هي دي اللي بتشكل خطورة وبتعمل لي القلق انا بالنسبة لي. بتتكلم على حمدي فتحي كسبيل المثال على يعني. حمدي فتحي طبعا. على مثل حمدي فتحي. وعلى كمان من الحاجات المميزة في الاهلي وبشيل هم المنافسين كمان طول الوقت وهو بيلعب قدام النادي الاهلي، موضوع الضغط العالي اللي بيعمله مارسي كورة في كل مباريات. يعني انت عايز خط دفاع تبقى ما هو اهم ما يميز نادي الاهلي ايه؟ ان هو عن دفاع الكورة بيقدر يحصل عليها بسرعة. فبالتالي انت مطلوب منك ان انت اول ما بتستلم الكوره لازم الباصات تبقى عميقه لقدام عشان تخرج اكبر عدد من من لاعبي الاهلي اللي بيضغطوا وتخرجوا من بره اللعب. اي بطء في الاداء هتلاقي نادي الاهلي باستمرار في ال 30 يارده الاخرانيه عندك على طول. فانت مش بطء في الاداء، مفيش بقى الكلام ده بكره. ما ينفعش، هو على طول هتستلم وشك قدام في ناس هيبقى محطات هتلعب عليها عشان تقدر تتحول بسرعه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. عظيم جدا. الناحيه الهجوميه بقى يا كابتن ميم، يعني انت انا فاهم ان انت اكيد او يعني في الاغلب هتبقى عندك حرص دفاعي اكبر منه هجومي طبعا وانت بتواجه النادي الاهلي. شيء طبيعي. طبيعي مفهوم طبعا. بس الناحيه الهجوميه عندك عناصر سريعه، عندك عناصر بتشتغل على الهجمات المرتده. في لعيبه فيها سرعات طبعا، انا مش هقول اسامي طبعا. طبعا ده تشكيلتك. واخد بالك بس احنا الحمد لله محددين عدد اللعيبه اللي هم هيبقى عندهم قدره يتحولوا من الحاله الدفاعيه الهجوميه في ال 30 يارده الاخرانيه. طبعا مش هجازف. عدد اللعيبه هيبقى الى حد ما محدود من 3-4 لعيبه هم اللي هيبقوا منتشرين في ال 30 يارده الاخرانيه، بحيث لو اي حاجه اتقطعت هيبقى في وراهم حوائط صد تقدر انها تمنع الهجمات السريعه المرتده. عظيم. بكره لما هتقابل مارسيل كولر هتهنيه بالفوز ببطوله افريقيا وهتسلم عليه ولا هيبقى عامل زي مانو جوزيه؟ شيء طبيعي، لان هو النهارده النادي الاهلي لما بيكسب هو بيكسب لمصر. صحيح. يعني لما بتيجي تقول مثلا 11 بطوله بتتحط العلم بتاع مصر الاول. صحيح. مصر كسبت 11 بطوله، المغرب كسبت مش عارف كذا، ده 16 كذا. صحيح. صحيح. كابتن ميمي فريد المدير الفني لفريق منتخب السويس، انا بشكرك شكرا جزيلا واتمنى لك مواجهه موفقه امام النادي الاهلي. الراجل وقال كل حاجه هيعملها بكره في المباراه قدام النادي الاهلي تقريبا، يعني راجل محترم، مدرب محترم، وله سي في محترم تحديدا مع انديه السويس. خد بالك كابتن ميمي من اللعيبه اللي كانت بتلعب في السويس وكان عندها حظ سيء ان هو بطل كوره وعنده 25 سنه تقريبا بسبب اصابه في عضلات البطن، يعني من اللعيبه اللي كانوا وقتها بيقولوا ان هو لعيب عظيم جدا ولعيب موهوب جدا، بس سوء حظ يعني. طيب